السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. تنهي وزارة الصحة إلى عموم المواطنات والمواطنين ووسائل الإعلام أنها ستواصل تقديم تصريح صحفي اليومي حول الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد كما كان عليه الأمر سابقا، حيث سيتم في البوابة الرسمية لفيروس كورونا يوميا في تمام الساعة 10 صباحا، وكذا تقديم الحصيلة اليومية ابتداء من الساعة 6 مساء. وستقوم كل من وكالة المغرب العربي للأنباء وقناة الأولى وقناة ميديا تيفي بتسجيل هذا التصريح وبثه حسب شبكة برامج كل القناة، كما سيتم تأمين البث المباشر لهذا التصريح على الصفحات الرسمية التابعة لوزارة الصحة على الفيسبوك وكذا قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. نشكركم على حسن المتابعة.